مساء الخير يا مساء الطاقة والشباب على حضراتكم في حلقة جديدة وبرنامجكم شباب حكاية دايما الشباب ما بيبقاش عارف أنا أتواجه إزاي ممكن لسوق العمل أنا مش عارف إيه اللي ناقصني أنا مش عارف ممكن أعمل إيه طب أنا بيبقى دايما عندنا عايزين حد يواجهنا بصراحة يعني عايزين حد يقول أنت المفروض تعمل كذا المفروض يكون عندك قدرات كذا كفاءات كذا كورسات بتاخدها حاجات يعني حاجات كده لازم تكون في حياتنا علشان نعرف نتعامل ازاي ما بعد الدراسه مثلا او انا هفتح مشروع جديد لوحدي او حاجات زي كده وطبعا طبعا ما نقدرش نغفل دور الدوله بصراحه الدوله من ناحيه الشباب دايما بتقدم لهم كل الدعم زي اللي هنتكلم فيه النهارده وزاره الشباب والرياضه مع الشباب بتقدم لهم كيانات شبابيه ازاي ممكن نقدر نستفيد من ده ازاي ده ياهلنا لسوق العمل ومش بس سوق العمل ده حاجات تانية كتير هتنفع الشباب في حياتهم وده اللي احنا هنعرفه النهارده من ضيفتنا اللي مشرفونا الحقيقي انا ببقى سعيده جدا بوجودها معايا في البرنامج دكتوره غاده النصار استشاري التنميه المستدامه في التعليم اهلا بحضرتك اهلا بك يا مريم اهلا بيكي دايما بحب حلقات حضرتك يعني مرسي. دايما بنيجي بكل ما هو جديد للشباب الحاجات اللي تفيد الشباب زي ما قلنا في المقدمه زي وزاره الشباب والرياضه ودورها في الكيانات الشبابيه عايز اعرف ايه هي الكيانات الشبابيه احنا عندنا النهارده مفاجاه للشباب بنقدمها زي هديه إيه الحقيقه الدوله فكرت انه احنا في جمهوريه جديده عاوزين نبني جيل قادر على المشاركه المجتمعيه فوزاره الشباب والرياضه تحت قياده يعني وزير الشباب والرياضه عمل لائحه لحاجه اسمها الكيانات الشبابيه اللائحه دي لائحه تنظيميه إيه ابتدت في ديسمبر 2023 لانشاء كيانات شبابيه كم واحد بقى 43 وأربعين وأكتر كيان شبابي في سبعة محافظة يعني محدش عنده حجة أي حد في أي محافظة حتى لو محافظة بعيدة ومحافظة حدودية هيقدر يلاقي الكيان الشبابي المناسب ليه ايه هي بقى الكائنات الشبابيه؟ الكائنات الشبابيه هي دي زي مجموعات من الشباب الهدف الاساسي منها انه يقدروا يبنوا جيل من الشباب قادر على المشاركه المجتمعيه يعني قادر يبقى عضو فاعل في المجتمع طيب ازاي اخليه عضو فاعل في المجتمع؟ لازم ادربه لازم أأهله لازم اديله فرص الفرص دي بقى ممكن تكون فرصه في مجال سياسي ممكن تكون فرصة في مجال اقتصادي تمكين اقتصادي ممكن تكون فرصة في مجال رياضي لو هو موهوب مثلا أو عنده يعني بيحب رياضة معينة وممكن تكون فرصة للمشاركة المجتمعية زي أي مبادرات لمساعدة المجتمع ازاي بتساعدهم بقى يعني بتعمل لهم ايه الشباب اللي حلو جدا مم. أول حاجة بتبقى التوجيه والإرشاد أنت عارفة أنه الشباب في سن صغير بيبقى مش عارف لسه يعمل ايه او ايه يحدد هدفه او يقرر هو نفسه يبقى ايه او يطلع ايه او حتى يوصل للهدف بتاعه ازاي فالحقيقه مهم جدا جزئيه التوجيه والارشاد انه الكيانات الشبابيه دي بتحتضن الشباب وعلى فكره احنا بنغطي مرحله عمريه من سن 15 سنه لسن 40 سنه يعني 40 سنه لسه شباب لو لو في اي شاب عنده 40 سنه و حاسس انه هو عنده فكرة مشروع او عنده قدرات معينة او كفاءات او مهارات او نفسه انه هو مثلا عنده وقت فراغ او مثلا وحيد ما عندوش اصدقاء يعني كل دي حاجات يقدر انه هو عن طريق الكيانات الشبابية تقدر تساعده فاول حاجة التوجيه والارشاد ثاني حاجة الدعم النفسي كلنا بنمر بتحديات صحيح ومشكلات واحيانا بيبقى يعني ممكن ما نوصلش طبعا ان شاء الله لمرحلة الاكتئاب ممكن نبقى متعثرين او عندنا مشاكل نفسيه طيب مش كل حد قادر يروح لدكتور نفساني او عنده مثلا سبورت او دعم في العائله او دايره الاصدقاء فيقدر يروح للكيانات الشبابيه توفر له الدعم النفسي طيب ممكن برضو فكره التمكين الاقتصادي انا دلوقتي شاب وعندي فكره مشروع بس مش عارفه ابدا منين فابدا من الكيانات الشبابيه ان هم ممكن يوفروا لي مثلا فرصه حد تاني اعمل معاه زي شراكه ممكن يوفروا لي فرصه عمل كريمه ممكن برضو يودوني لجهات داعمه اللي بتوفر قروض ميسره بتيسيرات في السداد وفايده متناقصه ففي حاجات كتيره جدا برضو من ضمن الحاجات وده كان سبب ان انا تعاملت مع كيانات الشعبية انهم بيقدموا دورات تدريبيه في مجالات مختلفه في الابتكار في رياده الاعمال في كل المهارات اللي بتفيد الشباب في المرحلة اللي هي قبل بقى ما يعني يكبروا ويكونوا شخصيتهم وكده فأنا الحمد لله جات لي الفرصة إن إحنا نعمل مجموعة من التدريبات وعلى فكرة مريم التدريبات دي بتبقى فور فري مجميل. ما بيدفعوش ولا مليم زائد انها بتبقى اونلاين ليه علشان الكل يقدر يحضر. يعني, يعني مش مطالب انك تروح. خالص. مكان معين. ولا يتحرك م. من مكانه ولا يصرف اي فلوس ولا يعمل اي مجهود لكن الحقيقة بنقدم دورات تدريبية مفيدة جدا للشباب في كل المجالات اللي ممكن يكون الشباب محتاج لها. ده مش بس يعني ده, ده حاجة مهمة جدا مش بس إن حد خلص جامعة وعايز ياخد قدرات او كفاءات ان هو يشتغل بيها ده أنا تمويل كان وحاجات كتير انا قوي كان عندي من الم المجموعة الجميلة اللي حضرت معايا آه. شباب ثانوية عامة شباب في الجامعه شباب عندهم اصحاب مشاريع وكنت فخوره جدا ان مصر فيها نماذج رائعه م. لشباب كونوا نفسهم وعندهم تصدير مع الصين عندهم مصانع بتعمل حاجات منتجات مصريه صناعه مصريه وطنيه ميه في الميه انا فخوره جدا جدا بنماذج الشباب اللي انا شفتهم اللي هم من كتر ما هم استفادوا من الفرص اللي الدوله اتيحت لهم م. قرروا يساعدوا إمجيزية. الشباب اللي زيهم حلو جدا مم. حلو جدا طيب هل في شروط معينة آه شباب مثلا سن معين حاجة معينة ليلتحقوا بالكيانات الشبابية ويقابلوهم طيب أنا عاوزة أقولك إزاي الشاب يوصل للكيانات الشبابيه، أوه. انا دلوقتي شاب وعاوزه اعرف ايه الكيان الشبابي اللي قريب مني او اللي مناسب ليه الهوايات بتاعتي او الشغف بتاعي، انا دلوقتي اقدر ادخل اونلاين لان كل الكيانات الشبابيه واغلبها عندها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي عندها مواقع على الكترونيه أوه. فيقدر الشاب يدور ويدخل يعمل سيرش الكيانات الشبابيه هيلاقي بقى يعني كتير جدا جدا زي ما قلنا في البدايه أنهم اكتر من 43 كيان شبابي في 27 محافظه مم. فهو هيلاقي كيان شبابي قريب منه في الموقع الجغرافي ده اولا مم. او هيلاقي كيان شبابي متواجد في المؤسسه التعليميه اللي هو اتخرج منها او اللي هيلتحق بيها او القريبه منه مم. او هيلاقي كيان شبابي في المجال اللي هو حابب ان هو يتعرف عليه زي أقف عند النقطه دي يعني الكيانات الشبابيه هي متقسمه من... يعني مقسمه مثلا لحاجات معينه عشان انا خص ادور على الحاجه اللي انا عايزها على طول حلو ولا بتبقى عباره جدا الكيانات الشبابيه بتبقى زي يعني عاوزين نسميها زي امبريلا يعني زي كده بالظبط كبيره وتحتها بقى لجان مختلفه فممكن الكيان الشبابي يبقى مثلا كيان شبابي لمثلا المحافظات الحدوديه فاذا الكيان الشبابي ده بيغطي مثلا مرسى مطروح، الوادي الجديد، المحافظات اللي هي على الحدود اللي هي الشباب بيحسوا فيها انهم يعني مهمشين او مش عندهم الفرصه اللي اتيحت للشباب في مثلا العاصمه او المحافظات اللي هي يعني معروفه زي اسكندريه مثلا والمنصوره وهكذا، فمثلا فده بي بيبقى مهتم جدا بالمشاكل اللي بتقابل الشباب في المحافظات الحدوديه، فده يناسب اهالي مرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الاحمر وكل محافظاتنا الحدوديه مم. فعلى ففي كيانات ليها مثلا طابع سياسي افرضي انه الشاب ده نفسه يبقى له صوت وعلى فكره ده احد اسباب انشاء الكيانات الشبابيه ان احنا عاوزين صوت الشباب يوصل لفوق ويقدروا يوصلوا مطالبهم ورغباتهم و... واحلامهم واحتياجاتهم اشكرك للقيادات علشان ما يبقاش فيه جاب ويبقى فيه فجوه ويبقى القيادات او يعني صانعي القرار بعيد عن القاعده الكبيره من الشباب لا يبقى القاعده دي ليها ممثلين وعدد كبير جدا مش بقى يعني خمسه سته لا اعداد هم بيوصلوا صوت الشباب للقيادات عشان اي قرار الدوله تتخذه يبقى يحطوا في الاعتبار احتياجات الشباب ومتطلباتهم. والكيانات دي بيبقى في خبرات في كل المجالات اشكرك هو ده بقى الفكره ان هم بيحاولوا يعملوا تنوع في التخصصات والخبرات علشان لو حد جه عاوز استشاره صحيح. يقدر يلاقي حد من كل مجال يقدر ان هو عاوز يتخصص فيه وهم بيقدروا ان هم يحتووا الشباب ويقدروا ان هو يعرفوا ايه متطلباتهم ايه احتياجاتهم ويلبوا هذه الاحتياجات وهذه المتطلبات مم. ومنها التمكين الاقتصادي ودي حاجه مهمه جدا, جداً. والدوله مهتمه اهتمام كبير وعندها ثقه انه وايمان انه هو الجيل ده اللي هيبني الدوله الجديده والمجتمع الجديد فعلشان يقدر يبقى عنده المؤهلات او عنده تمكين او عنده القدرات اللي تقدر تؤهله للدور المهم والفاعل ده في المجتمع لازم ان احنا نعمل ايه ندربه ناهله نديله الدورات اللي هو محتاجها نديله الدعم النفسي نديله برضو يعني مش كل حد فينا كان محظوظ انه ممكن لسه عنده الاصدقاء او لسه عنده دائره المعارف او قاعد في نفس المحافظه اللي فيها اقاربه فممكن يكون محتاج آه يعني دايره من الاصدقاء دايرة او المعارف صح آه. فده برضو احد الاسباب لانشاء هذه الكانات الشبابيه عشان نقدر ان احنا مش بس نعمل تمكين اقتصادي للشباب لان احنا ندعمهم نفسيا نديهم الارشاد والتوجيه برضو يبقى لهم دايره من الاصدقاء المفيدين الداعمين ما هو مش أي بقى صديق صحيح. يعني ياخدك لسكه مختلفه لا احنا عاوزين الاصدقاء اللي هي تقدر انها تدعم دائره المعارف بتاعتها طيب ممكن برضو الكائنات الشبابيه دي عشان لسه برضو في البدايه بتعمل ندوات تعريفية فأنا قبل ما أسجل اسمي وأروح ألتحق وأبقى ممبر يعني عضو وأنتمي إليهم ممكن أسمع إن في الأول أسمع الأول أروح الندوة التعريفية وأحضر مم. أدخل على صفحتهم في مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أدخل على الموقع الإلكتروني بتاعهم أتعرف على أهدافهم أشوف الرؤية أشوف الرسالة هل ده يتوافق معايا ومع قناعاتي ومع مبادئي إذا ده لقيت ده اروح الندوه التعريفيه ممكن اتواصل برضو بيبقى مكتوب مثلا يعني اللي هو بيدير الكيان ده او اللي هو مسؤول عنه فممكن اتواصل وان تو وان بصفه شخصيه مع هذا الشخص اتفق معاه مثلا قبله في مكان او اعرف او ابعت له بعض الاسئله هم بيطلبوا مني مثلا املى استماره استماره فيها البيانات الاساسيه زي الاسم والسن والعنوان والمؤهل الدراسي وهكذا عشان ده بيديهم برضو زي يعني انسايت مين الناس دي ما عشان اقدم لهم الخدمه لازم اعرف هم مين وعاوزين ايه وايه الحاجات اللي اقدر اساعدهم بيها طب في شباب بيشوفونا دلوقتي يقول لك طب يعني هل الكيانات الشبابيه دي بتقدر تقدم لنا منح دراسيه، دورات تدريبيه، الحاجات اللي هي زي دي أم اقدر الاقيها في الكيانات دي؟ الكيانات الشبابيه زي ما قلت بتدعم كل المنظومه آه. ومن ضمنها انها ممكن توصلني بفرص، فرص آه. دي بقى فرص قد فرص كتيرة جدا، ممكن تكون فرصة عمل، ممكن تكون فرصة منحة دراسية، ممكن تكون فرصة مثلا رياضية، ممكن تكون فرصة سياسية، كل واحد عنده فينا بيبقى عنده شغف بمجال معين ونفسه أنه هو يحقق ذاته فيه، فعن طريق هذه الكيانات الشبابية هي دورها انها تدور على الفرص دي وتوصل الشباب بيها طيب خلينا متفقين ان هي دي ملهاش شروط يعنى لو الطلاب من بدايه المرحله الثانويه ايوه ازاي يقدر يلتحق وازاي ايه اللي يستفيده هو بيقول انا في ثانويه عامه لسه يعني أيوة. ايه اللي ممكن استفيده انا وانا في مرحله دراسيه ايوه دلوقتي ع... أنتي عارفه مريان ان مفيش حد بي... بينتقل من يعني دكه الدراسه او الكرسي آه ليه؟ كرسي العمل مباشره وانه دلوقتي من شروط القبول في الاعمال انه م... مش شهادتك فين او متخرجه من ايه لا صحيح. بتعرفي تعملي ايه أيوة. يعني بقت دلوقتي شروط الالتحاق بالوظائف هي كم المهارات اللي عندك أحيح. وكم الاكسبيرينس الخبره اللي عندك م. فما ينفعش الطالب يفضل اربع سنين الجامعه بدون اي خبره عمليه مش حي... دي ماساه هيبقى آه ف... يعني هيبقى ورا جامد قوي ومش آه يعني مش هيبقى من الصفوف الاولى ف... فلازم الطالب يفكر إنه هو يتعرف على ايه المهارات اللي محتاجها سوق العمل؟ مم. لانه مش دايما المهارات دي بتبقى متوفره للاسف في الكليات، يعني مم. كليات بتركز على الماده العلميه انها تطلعك شاطره في مثلا الهندسه او الطب او اي يعني مم. ماده او القانون وهكذا، ولكن المهارات الحياتيه المهارات العمليه م. مش دايما بتبقى متوفره في الجامعات النظريه ودي حاجه من الحاجات الخدمات اللي بتوفرها الكيانات الشبابيه طيب خلينا برضو نروح لنقطه مهمه جدا علشان شبابنا اللي بيشوفونا دلوقتي أوي أوي. دي مش دراسه لا اه دي بقى يعني دي لا. مش ان انا مشاركة رايح مشاركة مجتمعيه آه. دي مشاركه مجتمعيه يعني, يعني, يعني هل... عارف اللي هو فكره ان ده مش كورس انا رايح أنا... هو الكورس آه. اللي هو هياخده ده آه. واحده من الخدمات التي تقدمها الكائنات الشبابيه أوه. يعني دي دوره مثلا تدريبيه في مهاره معينه ولتكن اداره الاعمال هو بيديه او الابتكار او يعني هو الفكره في ايه احنا عاوزين دايما إيه نلاحق العصر عارفه التطور التكنولوجي سريع جدا جدا صحيح فاحنا بننام بنقوم بنلاقي وجه العالم تغير ف... والشباب م. يعني عندهم حماس م. وعندهم حب للتعلم فين اللي يقدم لهم ده؟ م. لان مش كل الشباب عندهم القدره الماديه على انهم يروحوا مثلا يلتحقوا ب بالظبط بما... بتبقى مكلفه جدا وهو لسه في بدايه حياته وهو ما يبدا انه يعني يوفر على اهله مثلا بعض المصروفات او كده فانا ما بقولش للشاب ان انت قضى صيفك كله واحرم نفسك من الفسح وكده لا مم. انت اتفسح و... واعمل اللي انت عاوزه بس بس خلي بالك ان انت كل ده وقت محسوب عليك صحيح. كل ده وقت يعني اتاخد من عمرك فانت لو ما اهلتش نفسك وحصنت نفسك بالمهارات اللي محتاجة سوق العمل انت مش هتروح في المكان اللي نفسك توصل له وفي وقت اقصر من ناس تانيين ما جات لهمش الفرصة دي صحيح طيب انا قدمت وحضرتك قلت ان في زي كده اجتماع مبدئي او حاجة أيوة. محاضرة كده انك تتعرف وتشوف الدنيا طب انا بعد ما ايه الخطوة اللي بعدها؟ اللي انا اعملها كويس جدا انا لو حضرت الندوه التعريف الاول ان انا ادور على ابص على الصفحه بتاعتهم على وسائل التواصل الاجتماعي واشوف الموقع الالكتروني بتاعهم واقرا كل حاجه عن الرؤيه والرساله وكل الحاجات اللي هم لان دي صورتهم ده, صحيح. ده اللي بيقدموه عن نفسهم أوه. بعد كده الخطوه الثانيه احضر الندوه التعريفيه عشان اتعرف بقى على الناس وجها لوجه عن عن قرب لان انت عارفه مش دايما يعني المكتوب بيبقى هو اللي على أرض الواقع. ارض الواقع فانا قابلتهم ارتحت لهم اتعرفت عليهم ممكن بقى اسال حد سبقني انت بقالك قد ايه مثلا عضو معاهم طب ايه الحاجه اللي استفدتها اقعد مع حد من مثلا المسؤولين عن الكيان واسال واخد منه كل المعلومات اللي انا محتاجها وده مش بيبقى فتره محدده ولا انا بفضل معاه على مدار فترات لا 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 كتير لا خالص انت دلوقتي آه. لو حضرتي الندوه التعريفيه اللي انت بتتعرفي فيها علي آه. وقررتي انك عاوزه تبقي عضو في هذا الكيان بتملي استماره زي ما قلنا والاستماره دي خلاص انت دلوقتي بقيت عضو معاهم بيسالوكي بقى انت مثلا تقدري تعملي تساعدينا ازاي في ناس بتبقى عندها مثلا تقدر تعلم حد مثلا ولو مثلا محو أمي يعني ممكن الشباب يساعدوا في محو اميه الناس اللي هي فاتها قطار التعليم لو انا انا اللي عايز مش طبعا. أنا خدمه لو انا شاب أوه. وعايز حلو قوي أوه. انا ممكن جدا اقول لهم مثلا انا نفسي افتح مشروع أوه. في مجال معين أيوة. حاولوا توصلوني بالناس اللي تقدر تساعدني م. فهم عندهم بقى زي داتا بيس لكل الاعضاء المشتركين في الكيان ده والاعضاء دول على اتصال بقيادات بقى في وزاره الشباب والرياضه وفي وزارات اخرى لان هو ده دل... يعني عشان كده هي تحت عباءه الدوله عشان تبقى عندها الدعم من الدولة لان الدولة عندها ايمان وعندها ثقة انه هي هتتبني بشبابها مش حد تاني اللي هيبنيها فالشباب بس مستني الفرصة فهي دي الفرصة اللي الدوله بتقدمها للشباب علشان يقدروا ان هم يوصلوا ل يعني اهدافهم واحلامهم. صحيح طب انا عندي سؤال يعني ايوه يعني ليه شبابنا ما بيلتحقوش بحاجات زي كده؟ ايه اللي أه بيخليهم هو بعيد عن حاجات زي كده؟ بس يعني. عاوزه اقول برضو أوه. عشان ما نظلمش الشباب هو ده يعني زي مبادره حديثه أوه. فممكن جدا يعني ديسمبر 23 فبرضو كام شهر أوه. فممكن برضو هم لسه ما يعرفوش فوش عنها المشاركه فحنا. خلال الشهور اللي فاتت كانت مشاركه حلوه من الشباب معقوله آه. جدا جدا وشباب اقبلت عليها لانه آه يعني مش قادره اقول لك بعد الدوره التدريبيه مثلا اللي خدوها في مجالات مختلفه قد ايه الفيدباك بتاعهم كان يعني انهم فعلا استفادوا وفعلا اتعرفوا بقى بتبقى فرصه انهم يتعرفوا على بعض آه من لانه احنا بنخلي كلهم يقدموا نفسهم يعني هو بيقول اسمه بيقول محافظة اللي هو منها وبيقول هو بيشتغل فين ساعتها بقى لو حد مثلا عنده خدمه او عنده يعني طلب من حد بيقول يا جماعه طب في حد مثلا في وزاره التربيه والتعليم طب هل اقدر افهم مثلا لو ابني عمل كده او لو اخويا دخل كده نقدر نعمل ايه فهو ده الفكره من التلاقي وتبادل الخبرات ان احنا بنقابل اقراننا من مجالات اخرى نقدر نساعد بعض وندعم بعض وهي دي الفكره الاساسيه من انه يبقى كيان شبابي كله من مجالات مختلفه وكله يخدم على بعض ويعني يحاول يساعد بعض. ولو شاب متقدم لوظيفه معينه بعد مرحله الدراسه أقدر أستفيد أنا كشاب إزاي من الكيانات الشبابية؟ طيب. أنا خلاص لقيت الشغل، أقدر أستفيد إزاي؟ كويس جدا، آه. إيه بقى المؤهرات اللي تؤهلني للحصول على هذه الوظيفة؟ ممكن تكون مثلا محتاجين لغة وأنا ما عنديش لغة، ممكن نكون محتاجين كمبيوتر وأنا مش بعرف كمبيوتر، الك عن طريق بقى الكيانات الشبابية دي يوجهوه للأماكن اللي تقدر تديله الدورات التدريبية الداعمة في المجالات اللي هو محتاجها علشان يلتحق بالوظيفة دي. يعني كمان في حاجات مدعمة للشباب هي كلها هي مفيش حاجه هو بيدفعش اي فلوس آه. في اي حاجه يعني يتقدم لها او يعني آه يسجل فيها او يحضرها وحتى بياخدوا شهادات يعني بعدها ان شاء الله الشباب آه دلوقتي تجوجل وتدور على كيانات الشبابيه وهتلاقي ان كل اللي حضر اي دوره خد شهاده تفيد اجتيازه للمهاره دي وحصوله على الدوره التدريبيه دي آه مختومه ممضيه باسم المدرب باسم الكيان حاجه الحقيقه مشرفه جدا ويقدر يحتفظ بيها في البورتفوليو بتاعه ويقدمها مع مصوغات التعيين لما يجي يتقدم للحصول على وظيفه دي حاجه حلوه جدا يعني اعتقد يعني الشباب المفروض ما يتراجعش عن حاجه زي كده لا كدا. انا نفسي أوه. جدا واحنا مع بعض دلوقتي الشباب يدخل ويدور وانا متاكده انه هيلاقي اكتر من كيان شبابي يعني يناسبه ويقدر ان هو يستفيد من الخدمات اللي بتقدمها هذه الكيانات الشبابيه طب احنا قلنا نبحث عن ايه علشان ثلاث ارباع الشباب اللي بيشوفوا دلوقتي طب انا ممكن أخش الاقي حاجه مش مضمونه او صفحات لا هو, مش مضمونة لا هو يعني. طبعا أوه. معاكي حق بس أوه. هو هو اي كيورد يحطها كيانات شبابيه هتاخده برضه لوزاره الشباب والرياضه ويتاكد انه الكيان ده جزء من وزاره الشباب والرياضه او تابع ليها او له انشطه معاها ويدخل ويسال وهيلاقي بقى يعني يقتفي الاثر وهيلاقي بقى انه كله في الاخر بيبعتوا لوزاره الشباب والرياضه. وبيبقوا زي ما قلنا في البدايه بيبقوا مجموعات في في اماكن معينه لو عايزين يتواصلوا معاهم بيقابلوهم اه ممكن جدا التواصل يكون اونلاين وممكن جدا التواصل يكون فيس تو فيس وممكن جدا يكون عن طريق الجلسات التعريفيه والندوات التعريفيه اه بيعملوا برضو من ضمن الانشطه كويس انك سالتيني انهم بيعملوا ندوات للتوعيه توعيه بقى بيئيه توعيه صحيه يعني مثلا زي الاسعافات الاوليه حاجات اللي هي احنا فعلا في اشد الاحتياج ليه تمارين حتى رياضه يعني تشجيع للناس على ممارسه الرياضه برضو ممكن بيقدموا دورات رياضيه فالحقيقه يعني فعلا لو هم عملوا سيرش باسم الكيانات الشبابيه وحاولوا يلاقوا بقى الكيان الاقرب ليهم من حيث المنطقه الجغرافيه او زي ما قلنا اهتمامات او الهوايات او الشغف اكيد هيلاقوا الكيان المناسب ليهم ان شاء الله ومش مشترط سن معين من 15 سنه ل 40 سنه طب خلينا نقول 15 سنه ده اللي بتفرج عليه طب وانا هستفاد ايه 15 سنه لا ده هو هيقدموا لي ايه وانا في 15 سنه عارفة انا عاوزه اقول لك حاجه الدنيا اتغيرت وانا فاكره 15 سنه ده زمان كنا اطفال 15 سنة اه دلوقتي. يعني 15 <applause> صحيح. سنه دلوقتي ما شاء الله هو شاب لانه الاكسبوجر والانفتاح والعولمه ما خلاش في حدود وخلى <applause> الشباب يعني على وعي اكبر وادراك افضل أه. يعني خلى انه اللي عنده 15 ده زي اللي كان عنده 20 زمان فالسن يعني ايه بقت المراهقه يعني تسع سنين بقى فاهم كل حاجه كل حاجة وعارف كل حاجه ده احيانا يعني انا بسال الشباب في حاجات تتعلق بالتكنولوجي هم بيبقوا اشطر اسرع صحيح بالزبط. يعني ده أمانة يعني في نهايه الفقره ده املنا ان شبابنا يخصوا دلوقتي وحاجه امنه حاجه مدعمه من الدوله وده دور الدوله دايما تجاه شبابها وحاجه من وزاره الشباب والرياضه خش اعملوا سيرش زي ما وضحنا لحضراتكم وكل حاجه امنه ومدعمه كمان يعني ومضمونه ومضمونه جدا جدا شكرا ليكي يا دكتور ميرسي شكرا ليكي دكتور غاده النصار استشاري التنميه المستدامه في التعليم شكرا ليكي مره ثانيه ميرسي يا مريم مشاهدينا ما خلصتش حلقتنا لكن في انتظاركم بس بعد الفاصل